فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لصاحب العقار أن يؤجر محلاته التي يملكها على أصحاب منكرات كمحلات الغناء ومحلات الشيشة؟ هذا منصوص عليه، ما يجوز، أنه يؤجرها لمن يعمل فيها الخمر، لمن يجعلها لأصحاب الفساد يجتمعون فيها، هذا حرام ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.